برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. واحد من نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين، من مواليد منطقة الجزاء، من اللعيبة الهدافين، وكمان هو دلوقتي محلل فني زميل وقدير، بيسعدنا دايما وبنستمتع بيه في تحليل المباريات، مباريات النادي الاهلي. معانا النهارده في البيت الكبير الكابتن هاني العجيزي، اللي برحب بيه. اهلا وسهلا استاذ هاني، ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ عامل ايه؟ يا هون كابتن هاني، ازي حضرتك يا عم؟ يا كابتن مفيش جنب حضرتك حاجه حبيبي، منورنا. تعلم منك يا كابتن، ربنا يخليك. منورنا طبعا في البيت الكبير يا هاني. وزي ما قالت سهام، لعيب من طراز رائع، وكان عندك خبرات على مستوى طبعا النادي الاهلي ومنتخب مصر، وهنتكلم معاك في كذا ملف كده هاني. نبدا طبعا الحدث الاكبر دلوقتي طبعا منتخب مصر. منتخب مصر بيستعد بشكل جدي لمباراه، ماتشين توجو يوم 14 ويوم 17، والنهارده كمان كان في مباراه مهمه بالنسبه للمنتخب، كينيا مع جزر القمر، والتعادل الايجابي 1-1. شايف استعداداتنا ازاي؟ استعدادات كابتن حسام، شايف القايمه ازاي، ورؤيتك كمان لماتشين توجو يعني. بص كابتن هاني، طبعا الروح المعنويه دلوقتي للاعيبي المنتخب مصر طبعا مرتفعه جدا، بسبب ان النادي الاهلي ونادي الزمالك واصلين لفاينل بطوله افريقيا، بطوله يعني اهم بطوله في افريقيا كلها. فانا شايف ان الحاله المعنويه للعيبه كلها دلوقتي مرتفعه جدا، وشايف ان يعني حتى اللعيبه المحترفين اللي جايين من بره، اسكان صلاح او اسكان النني او حجازي او تريزيجيه، كلهم ما شاء الله شغالين كويس جدا، وفي فورمه عاليه. واحمد حسن كوكا برده ما شاء الله، يعني الماتش اللي فات برده جاب هدف وماشي كويس قوي الفتره اللي فاتت. فانا شايف ان دي افضل حاله لمنتخب مصر من سنين فاتت كتير. طبعا المباراه مهمه طبعا، لان طبعا حضرتك زي ما قلت النهارده التعادل كان يعتبر في مصلحتنا طبعا، لان طبعا كينيا المفروض ان هي بتنافسنا، هي وجزر القمر. فانا شايف ان مباراه التعادل النهارده طبعا يعني ده، لو انت ان شاء الله كسبت الماتش الجاي هتبقى اول ان شاء الله مع كينيا او مع جزر القمر تقريبا. فشايف ان دي يعني حاجه، في حاله كويسه في المنتخب، وفي حاله تفاؤل في المنتخب. طبعا الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي كلها، صعود الاهلي والزمالك لفاينل افريقيا، واللعيبه المحترفه اللي جايه، حتى اللعيبه المحليين شغالين بمستوى هايل، كلنا متابعين طبعا الدوري المصري. وطبعا انا اول حاجه عايز اشكر طبعا المسؤولين في مصر على اتخاذ قرار ان الدوري يرجع. ده كان اهم قرار في الفتره اللي فاتت، ان الدوري كان لازم فعلا يرجع، لان كلنا شفنا الدوريات اللي رجعت وشايفين المستوى وصل لفين، وشايفين ان اللاعب المصري برده، مع ان اللاعب المصري يعني مش عايز اقول مش ملتزم، لكن ما بيطبقش برده الاحتراف زي اللعيبه بتاعت اوروبا. لكن نادي الزمالك والنادي الاهلي والنادي الانديه كلها كبيره لما رجعت من بعد التوقف بتاع فيروس كورونا، شايف ان في لعيبه حالتها كانت عاليه وحالتها كانت كويسه، وكانوا محافظين على نفسهم، بدليل ان النادي الاهلي ونادي الزمالك وصل لنهائي بطوله افريقيا. فطبعا كل ده بيصب في مصلحه منتخب مصر، واتمنى طبعا ان المباراه الجايه، المباراتين الجايين دول مهمين جدا للكابتن حسام البدري، واتمنى لهم التوفيق طبعا، لان تكسب الماتشين دول ان شاء الله تبقى ضمنت بنسبه 90% الوصول للنهائيات ان شاء الله. قارني يا كابتن هاني بين الماتشين الاخيرين اللي لعبهم كابتن حسام البدري مع المنتخب، والحقيقه يعني ما حلفوش الحظ قوي، وبين دلوقتي الماتشين بتوع توجو. واحنا النهارده يمكن زي ما كنا بنتكلم في الانترو، النهارده يعتبر الماتشين دول بدايه جديده لكابتن حسام من خلال العناصر الدولية اللي انت دلوقتي اشرت اليها، بالاضافة كمان للعناصر المحلية اللي ليها كمان تقل، يعني لما نيجي نتكلم عن الشناوي وابو جبل، النني، تريزيجيه، يعني ناس كتير، طارق حامد طبعا، مصطفى محمد، كلها من العناصر الثقيله اللي تخدم المنتخب وتخدم كابتن حسام البدري اكيد. ممكن حاله اللعيبه في الفتره اللي هي في الاول الماتشين ممكن ما تكونش زي دلوقتي، ممكن ما تكونش زي دلوقتي، يعني ممكن كانت تقريبا كانت في بدايه موسم، فاللعيبه برده كانت لسه ما وصلتش لاعلى فورمه ليها، فده وارد طبعا. ان انت برده تصفيات افريقيا دي ملهاش مقاييس، احنا قعدنا لما خدنا مع الكابتن حسن شحاته خدنا 3 بطولات، بعد كده عندنا 3 بطولات بعدها ما دخلناش البطوله، فدي طبعا يعني الماتشات دي بتبقى طبعا كابتن هاني عارف طبعا تاريخك الكبير في الماتشات الافريقيه، فاكيد عارف الماتشات دي ما بتبقاش ليها يعني بتبقى صعبه شويه، يعني عارفه التكهنات، ان انت بتنزلي الماتش مثلا يعني ما تعرفيش الفرقه بتاعت افريقيا دي نظام، اللي طبعا افريقيا طبعا كلها اتغيرت دلوقتي عن الاول. الفرق الافريقيه دلوقتي اتطورت جدا، كلهم معظمهم بيبقى محترفين بره في الدوريات، بقت اقوى الدوريات، الدوريات الاوروبيه، فاللعيبه دلوقتي بقى عندها يعني
خلاص وصلت لمرحله كبيره جدا ان انت لما بتيجي المنتخب يا كابتن هاني بتبقى جاي يعني ايه، مش عايز اقول برضو ان انت جاي يعني جاي تشوف مثلا اهلك او بتاع، لا انت جاي ان انت جاي مباراه مهمه، برضو مباراه مهمه ومباراه بتنفع بيها منتخبك، فدي بتفرق جامد طبعا مع اللعيبه بالنسبه للفرق الافريقيه. وتأيدك كمان يا هاني، انت تفتكر في مشوار تصفياتنا حتى على مستوى، وايام ما كنت حتى بلعب على مستوى تصفيات كاس العالم بالذات والبطوله الافريقيه، دايما منتخب مصر بيتعثر شويه مع زي ما انت بتقول الانديه اللي ما بين قوسين مستوى تاني او مستوى تالت. يعني كنا بنخرج من النيجر على سبيل المثال، كنا في احد تصفيات كاس العالم خرجنا من النيجر او يعني ما اديناش بشكل كويس، وخريطه الكره الافريقيه بشكل كبير اتغيرت. انت دلوقتي توجو عندهم اثنين مهاجم مميز جدا في العين الاماراتي على اعلى مستوى، عندهم لعيبه في الدوري الفرنسي طبعا علشان اللغه بتساعدهم. فزي ما انت بتقول مباراه مش سهله، لكن على مستوى الفني ومقارنه اسماء منتخب مصر كلها على مستوى عالي جدا، حاله بدنيه وفنيه عاليه. ده بيرجعني للقائمه نفسها، انت شفت من خلال تقييمك وانت موجود طبعا وبتتابع القائمه بشكل كبير جدا، القائمه كنت شايف فيها بعض الملاحظات او دول افضل العناصر اللي يستعين بيهم الكابتن حسام؟ لا انا شايف ان دي افضل مجموعه موجوده حاليا، يعني حتى الكلام كله كان الكابتن حسام بدري لما طلع اتكلم على مصطفى محمد وقال ان هو لسه قدامه بدري، الراجل لما اشتغل كويس على نفسه وبدا ان هو يوصل بفورمه عاليه في الماتشات الاخيره وبدا ان هو يبقى مؤثر مع نادي الزمالك، اضطر ان الكابتن حسام بدري يغير فكرته واضطر ان هو ياخده بالظبط ان هو يضمه تاني. فالكابتن حسام تقريبا ما عندوش اي مشكله خالص مع اي حد او مع اي لعيب طبعا، لان دي هي المصلحه العامه طبعا لمصر كلها. مش الكابتن حسام برضو اكيد عارف ان هو ماسك منتخب مش نادي، فاكيد بيتعامل على الاساس ده. انا شايف ان القائمه فعلا مناسبه، اللعيبه كلها زي ما قلت لحضرتك يا كابتن هاني وصلت لفورمه عاليه جدا، واتوقع ان شاء الله المنتخب باذن الله الماتشين اللي هيتلعبوا دول هيعمل اداء قوي جدا طبعا في ظل الظروف. بس كان في بعض الكلام برضو ان يعني ان برضو في بعض الاسماء زي مثلا في ناس لاعب هيدرسفيلد يعني لعب طبعا انا عايز اساله عن ده يعني لان الناس كتير قوي اتكلمت، سواء محللين فنيين او جماهير السوشيال ميديا، ما بيلعبش رمضان سبع شهور تقريبا، سبع شهور او ثمان شهور ما بيلعبش انضمام. هي دي النقطه الوحيده فعلا اللي انا مستغربها فعلا، الناس كلها الشارع المصري كله طبعا بيتكلم في الموضوع ده. انت عندك برضو، انا مش عايزين نقارن بحد باسماء معينه، لكن احنا برضو لازم نقول وندي الناس حقها. كهربا الراجل لان طبعا رمضان بيلعب في نفس المركز، انا شايف ان كهربا الفتره اللي فاتت بيأدي كويس جدا، الراجل بيتعب، الراجل بيأدي بأقصى جهد عنده، حتى الماتشات اللي بعد الاصابه لما كان بينزل كان بيحاول وبيدوس على نفسه، فكنت شايف ان هو كان لازم يستحق يبقى موجود في المنتخب. كهربا كهربا طبعا، لان كلنا شايفينه وعارفين امكانيات كهربا كويس قوي وعارفين قد ايه هو مهم في النادي الاهلي. تفتكر ليه ما ضموش كابتن حسام البدري لقائمه المنتخب يا كابتن هاني؟ والله مش عايز اقول ان هي حاجه شخصيه، لكن مش عايز تقول كده؟ ممكن لا تبقى كده، لا لو انت بتقول مش عايز اقول كده تبقى كده. لا والله بجد يعني بصي اقول لك حاجه، هو كابتن حسام اكيد عارف ان لما ياخد خطوه زي دي او ان هو يعلن ان هو ما ياخدش كهرباء وياخد، اكيد عارف ان الراي العام كله هيتكلم في الموضوع ده، وجمهور الاهلي الحمد لله واقف في ظهر لعيبته كويس قوي، وعارف ان لو حاجه زي دي حصلت الناس كلها هتتكلم في الموضوع والكلام ده. لكن انا شايف ان هي دي البوينت الوحيده اللي الكابتن حسام فعلا ما كانش موفق فيها. يعني هو يعني بيجي اولا واخيرا احترامنا طبعا لاختياراته، وعايز اضيف كمان ان هو يمكن بعد خروج محمد طاهر بسبب الاصابه، دي كانت نسب كمان كهربا بتزيد اكتر، ويمكن كمان كابتن حسام في مؤتمر الصحفي كان بيفكر وقال طبعا بعد اصابه طاهر محمد طاهر بفكر ان انا اضم كهربا. لكن خلينا نتكلم ان طبعا كهربا يستحق، ودايما بنقول ان قائمه المنتخب هي مسؤوليه المدير الفني بشكل كبير، واحنا ورا المنتخب بشكل كبير لان ده بيمثل مصر، واحنا اعتقد الماتشين صعبين جدا. فبالرغم ان احنا بنقول وجهات نظر وانت هاني بتتكلم باسم أكيد الناس اللي أكيد بتتكلم الجمهور، واحد من الجمهور رمضان بقاله كتير ما بيلعبش، فكان ممكن يتجهز حتى على مستوى المنتخب الاولمبي، كان راح مثلا منتخب الاولمبي لعب ماتشين او لعب ماتش من ضمن ماتشات المنتخب الاولمبي، فكل دي يعني كلها بنتناقش فيها. لكن طبعا ده لا يمنع ان الكابتن حسام البدري ليه طبعا وجهه نظر، اكيد طبعا وجهه نظر، وهو ليه الاختيار الاول والاخير يعني بالظبط. بس احنا كابتن برضه كابتن هاني يعني ما ينفعش تاخد برضه واحد بقاله اكتر من ست شهور او سبع شهور، مش عارف ممكن تكون المده اكتر من كده، ويبقى موجود في منتخب مصر ده لما بيتعمل كابتن، وانت حضرتك عارف الكلام ده، بياخد انسب عناصر
او افضل عناصر في الفتره اللي هي فيها طبعا تجمع. لكن انت ما ينفعش تجيب لي واحد مصاب بقاله فتره كبيره وما بيلعبش وتيجي تدخله المنتخب على حساب ناس بتلعب وشغاله كويس ومؤثره وفرقتك كمان واصله للنهائي معنويا كمان كويس بالظبط. فانت كده بتحبط اللي مش على فكره مش شرط كهربا بس صحيح. ممكن اي حد في مكان كهربا عشان ما نقولش بس ان احنا بنقارن بين الاثنين. لا اي حد مكان كهربا. لكن ده فعلا دي حاجه غريبه جدا وعلامة استفهام كبيره جدا من الكابتن حسام. بس انا اتعاملت مع الكابتن حسام وعارف ان هو من نوعيه اللعيبه اللي مش عايز هو بيحب ويكره شويه. فممكن يكون مثلا هو حابب رمضان فهو عايز ان رمضان يدخل المسائل الشخصيه يعني يا كابتن. لا مش عايز اقول مسائل شخصيه بس هو لا في حب يعني حب يعني في مدرب بيحب يعني انا مثلا عندي برتاح وبالهاني ومهاني ما يعني ما بيرتاحليش يعني هو جاي ماشي كده. لا لا والله انا على فكره بسال فعلا يعني انا ما اعرفش كابتن حسام البدري ولا اعرف بيفكر ازاي. انا بسالك انت بتقول انا اتعاملت معاه واعرفه شويه. هو ممكن يبقى عنده اقتناع مثلا بالكابتن هاني. الكابتن هاني ده لعيب كبير جدا تمام واللعب ده بوجوده حتى لو هو مش هيلعب ده بيبقى ليه تاثير ايجابي على 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 المنتخب او على الفرقه. فدي طبعا حاجه ما ينفعش انت تطبقها في المنتخب. انت ده لو نادي اقول لك اوكي ما فيش مشكله انت عندك مساحه وعندك قايمه وعندك الكلام ده كله ممكن انت تجيب واحد حتى نفسيا عشان زمايله. يعني مثلا محمد صلاح لو دلوقتي الصف مثلا في ليفربول تمام انت هتجيبه او النادي بتاعه هيوافق ان هو يجي؟ اكيد لا صح ولا لا؟ اكيد. طيب دلوقتي انت دلوقتي رايح جايب رمضان بقاله فتره كبيره مش موجود ورجله مش في الملعب ورمضان مع احترامي ليه برده رمضان لسه صغير مش نجم كبير زي صلاح مثلا وتريزيه وبتاع عشان انت تجيبه تمام في الفتره بعد الفتره دي كلها. ده هو اصلا انا حاسس ان هو لسه محتاج ان هو يتاهل كويس قوي لان رمضان اكيد مش جاهز. انت برده هتجيبه تلعبه مباراه رسميه في تصفيات بطوله افريقيا مباراه رسميه لو انت ناوي ان انت تلعبه اكيد طبعا مش هيبدا بيه لو هو برضه انت رؤيتك ايه للتشكيل. لكن انت بتتكلم في نقطه فنيه ان هو حتى على المستوى البدني مش جاهز على المستوى رجليه مش في الملعب بالظبط فدي اكيد هتاثر عليه يعني اكيد هتاثر عليه. فانا مش عارف ايه وجهه النظر بالظبط في حته ان انت تجيب واحد بقاله فتره كبيره مش موجود. فممكن هو الكابتن حسام بدري يعني خد الموضوع شويه طب قول لنا شكل التشكيل ممكن يكون ازاي يا هاني؟ لا والله بس يا كابتن هو انا شايف ان اللعيبه في كتير لعيبه كويسه وفي لعيبه كتير يعني كابتن حسام مش شايف ان هو عنده مشكله في التشكيل. اللعيبه كلها الموجوده المتاحه يعني جاهزين وكلهم ممكن اي حد فيهم يلعب ما فيش اي مشاكل خالص. بس انا اتوقع ان التشكيل يعني هيبقى كده مثلا حراسه المرمى محمد الشناوي طبعا مش عايزين نقلل من حد احنا بنتكلم يعني برضو في ناس كتير وجهات نظر فنيه وابو جبل ماشي بشكل كويس مع الزمالك. بس اعتقد ان الشناوي في تالقه النادي الاهلي اعتقد سابق بخطوتين ثلاثه يعني. بالظبط يعني في طبعا حجازي ما فيش اختلاف عليه. في الونش شغال كويس ما فيش مشكله خالص برضو بالنسبه له. من ناحيه اليمين شاف محمد هاني ماشي كويس برضو. ناحيه الشمال مين اللي موجود ناحيه الشمال؟ في عندك في ايمن اشرف موجود كباك شمال. في ابو الفتوح موجود كباك شمال. انا شايف ايمن ممكن يبقى موجود. عندك في نص الملعب عندك طارق حامد والسوليه وحمدي فتحي ممكن والنني موجود. بس النني انا بفضل النني يعني ايه ما تبداش بالنني يعني لا مش هبدا بيه طبعا لا هبدا بيه طبعا. ممكن ان النني يبقى موجود هو مثلا هو غالبا هيلعب بطارق والنني ده لان الكابتن حسام انا عارف يعني تفكيره بيفكر ازاي ممكن يلعب بالاثنين. ممكن برده السليه اكيد يبقى ليه دور كبير شويه. وخلي بالك الفتره قريبه جدا انت بتتكلم في 3 ايام او 4 ايام انت اكيد مش هتلعب ال 11 هنا وهتلعبوا الماتش الثاني. اكيد انت هيبقى في تغييرات عندك هتحتاج الناس دي في المباراه دي والناس دي في المباراه دي. ف هيبقى موجود صلاح ان شاء الله. عندك قفشه ممكن برده قفشه ولا عبد الله؟ لا قفشه انا شايف ان قفشه مع ان عبد الله برضه بيقدم شغل كويس مع بيراميدز. ناحيه الشمال يبقى تريزيجيه تمام مزبوط. ان شاء الله. بس ونحن قدام كوكا. ايوه كوكا. في من اللعيبه اللي انت بتشوف انه كان المفروض يستحقوا انهم ينضموا للمنتخب وكابتن حسام البدري لم يعتمد عليهم ما ضمهمش للمنتخب الوطني في الدوري يعني؟ والله يعني انا زي ما قلت لك ان هي دي المجموعه الكويسه. انا ما بحبش ان انا اقول ان ده يعني كان ممكن يستحق او ما يستحقش. لا هو خلاص الراجل اختار القايمه بتاعته. انا فاهمه بس كان هل من وجهه نظر هاني العجيزي كان في لعيبه تستحق فعلا المشاركه في المنتخب؟
والله في لعيبه كويسه كتيره، في لعيبه كويسه كتير في الدوري. انا يعني كنت حابب ان طاهر يبقى موجود، طاهر محمد طالب. طاهر يعني بصراحه كان مؤثر في 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 السنه دي مع المقاولين العرب، وكانت فرصه ليه كويسه ان هو يبقى موجود في الفتره دي، وهترفع من معنوياته كتير جدا، بخصوص كمان ان هو جاي ان شاء الله النادي الاهلي. فاحنا زي ما قلت لك احنا نتمنى ان احنا نعدي الماتشين دول، الماتشين مهمين جدا بغض النظر عن مين موجود. انا بالنسبه لي زي ما قلت لك مش هيفرق معايا الاسماء، اهم حاجه انت دلوقتي منتخب مصر وانت عايز تكسب الماتشين الجايين دول، لان دول هيحطوك على اول مجموعه ان شاء الله. يعني انت تحفظك بس على عدم تواجد كهربا ووجود لاعب هيدرسفيلد، انت ده تحفظك انت، او لاعب بيراميدز بالظبط. هو ده تحفظك انت. هو ده يعني بس. اعتراضي والناس كلها، مش انا لوحدي يعني، الناس كلها الراي العام كله بيتكلم في الموضوع ده ان هي غريبه شويه. بنتكلم زي ما انت قلت، بنأكد تاني بس عشان الناس ما تربطش الاحداث ببعض، احنا بنتكلم على اكس من اللعيبه واكس من اللعيبه، علشان ما يقولكش يعني هي الفكره. بس عشان الناس ممكن نسهم تترجم، اصل انتوا جايين بس انا دلوقتي، وعشان يعني الناس ممكن تترجم ده، لكن احنا بنحل الموقف. اكس من اللعيبه كان غايب شهور وواحد تاني في رجليه في الملعب، وبالتالي ده وجهه نظر طبيعيه جدا وما اعتقدش الناس هتختلف عليها يعني. طيب نروح لجزئيه ثانيه هاني، واستعداد المنتخب. والنهارده في حفل طبعا بيقوموا طبعا لتكريم محمد صلاح في اجواء كبيره جدا. انت عارف محمد صلاح بيأدي بشكل اكتر من رائع، بقى له 3 سنين مع ليفربول، لكن كان في النهارده احتفال خاص بمحمد صلاح في اوتيل، اعتقد اوتيل المنتخب. شايف الاحتفال دوت ازاي؟ و في جزء تاني تأثيره حتى على اللعيبة المحترفة التانية، انت ممكن تشوف القصة دي ازاي؟ انت برضه كل امانة دخلني في سكة. بص يا كابتن، لا دخلك في سكة ليه؟ في كلام كتير في الموضوع ده، في كلام كتير جدا يعني. الموضوع احنا بنناقش صلاح ما شاء الله يعني مكسر الدنيا واستحق كل التكريم، لكن انا بتكلم على توقيت، وبتكلم على ان البريمير ليج السنه اللي فاتت خلص خلاص، وده الاسبوع الثامن من الجديد. توقيته غير مناسب في اعتقادي الشخصي، عشان بس ارفع عليك الحرج، توقيته غير مناسب. عندنا ماتش كمان 3 ايام، دي جزئيه، وان ماتش مهم وماتش مهم. الحاجه الثانيه، عايز تعمل تكريم ماشي، التكريم في وقت معين، وكمان مجموعه المحترفين الثانيه، انت عندك النني اول مره يلبس شارت الارسنال، على ده حدث تاريخي. فدي ما بتسببش شويه اختلافات او حساسيه من بين اللعيبه وبعضها يعني؟ اكيد يا كابتن، اكيد اكيد انت برضو حضرتك عارف الموضوع ده، وعارف ان ده بيبقى ليه تاثير نفسي على اللعيبه الثانيه اللي هي اللي ما اتكرمتش. بس انا عايز اقول حاجه، ان احنا خلاص اتعودنا ان صلاح بقى هو النجم الاوحد لمنتخب مصر. انا النقطه دي او البوينت دي بتضايقني، لان فعلا واحد زي تريزيجيه، انا شفت صوره تريزيجيه وهو جاي من المطار، يعني الراجل جاي لوحده، ولا حد قبله، ولا حد كرمه، ولا حد، ولا كانه واحد مثلا نتعامل مع صلاح جاي من الكويت وجاي كان شغال مثلا. والله العظيم بجد يعني انا استغربت فعلا، استغربت يعني راجل زي ده، راجل كسبان ليفربول 7 من حوالي شهر، تمام، ولسه كسبان ارسنال من اسبوع، والراجل شغال كويس قوي، والراجل رافع اسم مصر. ففي يعني في مش عايز اقول حاله غريبه بالنسبه للعيبه الثانيه، بالنسبه لتريزيجيه والنني. وصلاح طبعا ما شاء الله عليه، وكلنا فخورين ان واحد عندنا واحد زي محمد صلاح أكيد. لكن برضو مش عايزين نبخس حق الناس الثانيه، اللي واحد زي النني زي ما حضرتك قلت، وراجل اول لاعب مصري تقريبا يلبس أو عربي يلبس شارة في ارسنال، نادي كبير جدا وشعبيه كبيره جدا. تريزيجيه نفس الكلام، كوكا برضو يعني كوكا برضو عليه علامه يعني لاعب دولي بالظبط، والراجل ماشي كويس قوي مع فرقته. فانا شايف ان في فعلا في، مش عايز اقول تفرقه، لكن في حاله غريبه يعني، حاله غريبه احنا مش انا عن نفسي مش فاهمها. انا بكلمك يا هاني ليه؟ لان انا كمان يا سام عاصرت الجزء شويه من القصه ديت. وجود محمد صلاح معانا كان في المنتخب انت عارف، وكان في مش هقول لك حساسيه بين اللعيب، لكن راجع كمان لايام كوبر، وكان الناس بتقول اصل ده منتخب محمد صلاح، اصل ده منتخب محمد صلاح. في وقت من الاوقات ده حتى لو اللعيبه ما بتبينش، ده بيكون ليها تاثير سلبي على اللاعبين اكيد طبعا. وبالتالي احنا بنتكلم الكلام دوت ليه؟ علشان يكون
في رأيي الشخصي ان في بروتوكول معين موحد لكل اللعيبه المحترفه خارج مصر بتقدم لكل لعيب ايا كان مستواه. يعني لو عندك وفد رسمي بيستقبل محمد صلاح بالتالي يستقبل النني، يستقبل حجازي، يستقبل حتى لو لعيب محترف بيلعب في اوكرانيا يا سيدي. لكن اسم انت بتعمل بروتوكول موحد لكل اللعيبه اللي بتمثل مصر على المستوى الدولي خارج البلاد، وبالتالي هتشيل وكل التكريم. انا في رايي كان لازم محمد صلاح يتكرم بشكل افضل من كده بعد انتهاء البريمير ليج، يجي هنا مصر ويتعمل له حفله كبيره جدا ويتعزم فيها كل الناس، اول مصري يحصل على البريمير ليج وهداف الدوري الانجليزي. التوقيت كان في الوقت ده لكن مش دلوقتي. انا في رايي ان محمد صلاح كان حصير معاك موضوع الشاره، هل هي بقى كابتن منتخب مصر ولا مش كابتن منتخب مصر، ده موضوع كل دوت كل دوت. حتى رد صلاح في الموضوع الشاره، شارة منتخب مصر، افتكر رده حتى يعني كانه محرج سلفا لزمايله الاخرين. افتكر كمان ان موضوع الاحتفال بيه النهارده ووفد الاستقبال اللي حصل له بحفاوه ده بيحرجه بطريقه غير مباشره مع زمايله اللعيبه في الملعب، حتى لو ان ما كانش بيقول ده. انت عارفه بقيت كلامك ليه ساهم في الكلام ده؟ لان في وقت من الاوقات فاكر برضه هاني كان في وقت بيقول لك ان محمد صلاح كان عليه ضجه كبيره وانه نازل عايز ينزل باربعه بودي جارد ايام ما كنا بنلعب في وخمسه بودي جارد في الـ في في الـ في, في الاوتيل لوحده. فهو طلع قال لك بطريقه غير مباشره مع زمايله كابتن هاني. هكمل كلامي القصه يعني ان هو في الوقت ده وقال انا كمان قال يا كابتن انا ما بطلبش حاجه لنفسي، انا بطلب ان لو في سكيورتي يبقى السكيورتي موجود للفريق كله، انا مش عايز حاجه لنفسي، انا مش عايز اتنين يمشوا ورايا، لكن انا عايز يبقى وده توابع. انت عارف القصه بتاعت روسيا والقصه بتاعت اللي حصلت والتهريج او الخروج عن النص. فمحمد صلاح كان بيطلب انه يا جماعه لو في سكيورتي موجود للفرقه كلها زي ما موجود معايا موجود مع الفرقه كلها. لكن انا بتكلم على البيهيفير بتاعنا احنا المسؤولين عايزين يكرموا صلاح بشكل وده يستحق، لكن التوقيت انا عندي فيه علامه استفهام. وكمان البروتوكول استقبال اللعيبه المحترفه لازم يكون على جميع المستويات واحد لكل اللعيبه يعني. اكيد طبعا يا كابتن. انت حضرتك زي ما قلت جبت لنا حاجه قديمه كده بالنسبه لصلاح لما طلب ان هو على ان هو اتقال ان هو طلب ان هو بيجارد والكلام ده والكلام. طبعا ده حقه مش حقه هو بس، حق المنتخب كله. لان انا 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 الفتره قبل في التصفيات بتاعت تصفيات كاس العالم فعلا كنا بنشوف حاجات غريبه، كنا بنشوف ممثلين بيخشوا غرف اللعيبه، احنا كلعيبه كان بيحصل معانا الكلام ده. وكابتن انا عارف الكلام ده كويس، ممكن تلاقي واحد داخل عليك معلش ممكن تصور ابنك، فلازم بيبقى فيه خصوصيه شويه بالنسبه للعيبه بالذات المنتخب، لان المنتخب بالظبط كانوا رايحين لهم بالمشوار يعني الموضوع شفت. الموضوع وصل لمرحله كابتن هاني ان انت يعني اوفر يعني خلاص طبعًا. احنا لما رحنا كابتن هاني كاس العالم للانديه في اليابان كانوا مخصصين لنا دور كامل لينا احنا تمام، وموقفين سكيورتي على الاسانسير، محدش بيدخل، لازم يكون معاك الاي دي بتاعك، لازم تكون تبع البعثه. فهو صراحه اكيد بيتعامل بنفس الاسلوب ده، ما ينفعش ان انت طلب كده عاملوني زي ما الناس بتعامل بالظبط. هو خلاص الراجل بقاله دلوقتي اكتر داخل في 10 سنين دلوقتي بره، فخلاص هو دي حياته، هو ده طبيعته. وحضرتك طبعا كنت محترف في الدوري الالماني وعارف الكلام ده كويس قد ايه الطبيعه هناك والنظام هناك بيطغي على اي حاجه، لازم تبقى منظم هناك، لازم تبقى عارف مواعيدك، عارف ازاي بتنزل التمرين امتى، بتبقى موجود في النادي امتى قبل التمرين، اسكوت بساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات، ازاي بتاخد السناكس بتاعتك قبل التمرين او الكلام ده بعد التمرين لو عندك جيم او عندك حاجه. في الحاجات دي كلها هو خلاص صحاح الكيمياء بتاعته تأقلمت على هناك، فلما بيجي مصر هنا فبيلاقي الوضع مختلف نهائي، بيلاقي حاجات غريبه بتحصل. فطبيعي الراجل هو ممكن يسكت مره اتنين تلاته، لكن لما يلاقي الموضوع زاد عن حده فطبيعي ان هو يطلب الكلام ده. وزي ما حضرتك قلت هو مش طلب لنفسه، هو طلب حتى انا شفت اللايف بتاعه اللي عمله بعدها بعد المشكله، طبعا بعد مشكله الطياره كمان ان اللي كان فيه الرعايه والكلام ده بالنسبه للسبونسر، فكذا مشكله جت ورا بعض، فهي دي اللي عملت الفجوه بينه وبين اتحاد الكوره. فاعتقد يا كابتن هاني ان اتحاد الكوره لو كان كلم صلاح وقال له تعالى هنعمل لك تكريم، انا متاكد ان صلاح ما كانش هيجي، كان مش هقول يتحجج، لكن ممكن يكون ديك الوقت بالنسبه له هناك. لان صلاح بيتكلم على بعد البريمير ليج بعد البطوله اللي خدوها، فكنت كان متاكد ان هو كان صعب يجي، لان زي ما قلت برضو الموضوع لسه في حساسيه شويه. فاعتقد النهارده الحفله بتاعت النهارده دي ممكن تهدي الدنيا شويه، بس برضو احنا كلنا معترضين ان احنا
مش صلاح لوحده اللي محترف يا جماعه، صلاح مع 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 الشغل اللي بيعمله كويس قوي والمستوى الرائع اللي بيقدمه، لكن في ناس ثانيه برده مش عايزين نبخس حقها، الناس دي لازم تاخد حقها بالظبط. ما دام انت محترف بره زي ما الكابتن هاني محترف بره، يبقى انت خلاص حقك زي صلاح زي تريزيجيه، كلكم واحد. لازم كنت تعمل النهارده تجيب المجموعه كلها المحترفين، ايه المشكله ما تكرمهم؟ يعني ايه المشكله ما تكرمهم كلهم؟ يعني انا مش شايف ان هي يعني الا بقى هي حاجات بقى بتبقى حاجات شخصيه، حاجات ما مثلا حاجات شو اكتر ما هي حتى مع دول حاجه لا شخصية. احنا ده العادي، ممكن تكون هي الموضوع شو اكتر من هو فعلا. انت انا شايف ان حضرتك زي ما قلت التوقيت ده غريب جدا، تمام. صلاح برضو وجوده بس هو لوحده ده حاجه برضو غريبه، فاتمنى ان احنا نتعلم من الحاجات دي، نتعلم الفتره اللي جايه. اعتقد ان شاء الله يكون في وعي اكتر من وعي اكتر واحترافيه اكتر شويه، لان بالزبط. كل اللي بنقوله احنا طبعا ولا ضد اللجنه الخماسيه ولا ضد ان احنا نشيل صلاح فوق دماغنا طبعا لان نجم كبير، لكن انا بتكلم في جزئيه احترافيه، ان التوقيت غير مناسب، وان كمان التعامل مع صلاح اكيد يبقى على اعلى مستوى، بس يبقى على جميع اللعيبه. وهنتكلم برضه وناخد راي هاني سهام في موضوع الشاره اللي اثير من فتره طويله، هل صلاح يستحق شارة الكابتنة ولا ما يستحقش، ولا موضوع إثارة طبعا شارة الكابتنة دي انت شفتها ازاي وبتحللها ازاي؟ بتشوف مين اللي يستحقها؟ انا بالنسبة لي احنا طول عمرنا من صغرنا الادم واحد هو اللي بياخدها، الادمية بالادمية، ده احنا ده من صغرنا واحنا متربيين على الموضوع ده. حتى لو الادم واحد ده ما بيلعبش، حتى لو هو فنيا قليل، لكن هو ده خلاص ده ادم واحد في الفرقه وادم واحد في المنتخب تقديرا ليه. ده موضوع مفروغ منه، لكن انا حاسس ان صلاح عاوزها. يعني خلينا نكون برضه بسرعه، انا حاسس ان صلاح عاوزها. انا حاسس كده، بس هو ليه قلت كده؟ بس هو محروق. ليه قلت؟ لان انا لو مكان صلاح كنت طلعت ونفيت الموضوع، وقصدي ويعني وقفلت الموضوع ده، قلت يا جماعه لا فعلا الناس مثلا ادم واحد احمد فتحي مثلا او كان احمد فتحي سعيد او اي حد بالزبط. موجود هو ده يا جماعه ايه هو ده اللي هيبقى الكابتن، وانا ودي حاجه مش هتقلل من صلاح، ده بالعكس ده حاجه هتكبرك قدام الناس وتوصل الناس ان انت مش صلاح مش هيفرق معاك شاره. انت صلاح ما شاء الله وصلت لمرحله كبيره جدا، يعني حته الشاره دي شاره منتخب مصر دي حاجه كبيره جدا، بس هتجيلك يعني كده هتجيلك، يعني الموضوع مش استعجال. فانا كان نفسي ان صلاح ان هو اللي يطلع ويقول يا جماعه لا فعلا الشرطه في الملف ده انا مش عايز لما يجي دول، كان الموضوع انتهى خالص وبتاع، يعني منعا للمشاكل. يعني ده رايي في موضوع الشرطه، لكن صمته حسسك ان هو محتاجها. وعلى فكره دي عايز. يعني دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه، ان انت تسعى لحاجه كبيره زي ان انت تبقى كابتن منتخب مصر، فدي حاجه كويسه مش وحشه. بس ما دام في لغط كتير في الموضوع وفي كلام كتير في الموضوع، كان انت كنجم كبير تطلع تقول يا جماعه الموضوع انا بالنسبه لي الموضوع مش بفكر في الشاره دي لادم واحد في التيم وهو الاقدر بيها. انت عارف هاني كان ممكن تيجي بطريقه يعني سهله شويه، ان حتى هو كابتن الفرقه اللي يقول لو ردي، لان في برضو بعض الصحفيين النهارده سالوني يا كابتن هاني انت لو كنت كابتن منتخب مصر الحمد لله فترات طويله، لو جه حد سالك دلوقتي ويقول لك اتنازل عن الشاره هتكون ايه؟ هو سؤال قلت له سؤال صعب، انا عارف انت قربته بيه، فقلت له على حسب اسباب صح. التنازل عن الشاره صح. لو اسباب التنازل عن الشاره انا متفق عليها ومقتنع ان دوت لصالح المنتخب وان هيرفع روح مثلا المعنويه لصلاح او ما عنديش اي مشكله خالص، لكن مش على حساب ان هو اتنازل عن حقي، لان ده حقي وده اللي عمله احمد فتحي على فكره صح. يعني هو يتنازل عن شرطه كابتن مصر. هو فتحي كده مش هيسيبها كده. ما لا ما يعني هو على فكره من حقه. حقه طبعا حقه طبعا. يعني احمد بتتكلم على كبير برضه. بتتكلم يعني على طبعا تاريخ كبير، وانت بتتكلم على الاقدميه وبتتكلم على حاجات كتير، صلاح كلنا فوق راسنا. بس انا عندي كمان جمله، طالما اللعيب مهما كانت نجوميته على اعلى مستوى عالمي بالزبط. طالما دخل ولبس فانيله منتخب مصر، كل لاعيبه منتخب مصر اللي لابسه تيشيرت منتخب مصر كلهم على خط واحد صح. كلهم على خط واحد. دي وجهه نظري، ممكن بعض الناس تزعل شويه ان صلاح في حته تانية، لكن طالما موجود في منتخب مصر يبقى اللعيب حتى لو في لعيب درجه تانية بيلبس منتخب مصر. مش ده سبب حقيقي؟ طيب مش ده سبب حقيقي ان صلاح فعلا لاعب من طراز خاص؟ ده مفيش خلاف عليه، ده مفيش خلاف عليه. حقق كتير جدا بره، انت كل ده على دماغنا على راسنا، لكن لما يخش منتخب مصر يبقى خلاص بيقولوا الرؤوس بتتساوى. يعني بمعنى ان حتى لو لعيب جاي من الدرجه الثانيه مثلا ولبس فانيله منتخب مصر زي خلاص. زيك وجهه نظر شخصيه، ممكن ناس بتختلف او تعترض معايا يعني، لكن دي وجهه نظر شخصيه. هو الفكر بتاع
الجيل بتاعنا شويه مختلف يا كابتن هاني. يعني ممكن واحد ما يكونش لاعب كوره يقول لك يا جماعه ازاي صلاح يسيب الشاره لاحمد فتحي، ولا يسيب الشاره مثلا لعبد الله سعيد، ولا وات ايفر مين. يعني ازاي الراجل النجوميه دي، ازاي الراجل اتمرن مع يورجن كلوب، ازاي مش عارف بيلعب مع مين. فالجيل بتاعنا بتاع اليومين دول بياخد الموضوع بشكل مختلف. لكن احنا كلاعب الكوره ولعبه يعني كبيره، يعني انا شايف ان الموضوع ده عادي. ما مش يا جماعه مش قصه، هو بالادميه خلاص. الراجل زي ما حضرتك قلت كابتن احمد، مش عايز اقول اسماء، الراجل عايز يتنازل عنها خلاص، دي حاجه بتاعته هو. لكن انت ما تجبروش بعد التاريخ ده كله. اكيد اي واحد بيروح المنتخب بيبقى اول حلم ليه ان هو يبقى يلبس شارة المنتخب. ده شيء مفروغ منه، ودي ده شرف كبير جدا. ده شرف كبير جدا، لان اللي هيوصل للشارة ده كابتن هاني اكيد تعب وبقى له فتره كبيره في المنتخب، ولعب ماتشات ولعب بطولات وخد بطولات. يعني الموضوع كبير، مش سهل ان انت تروح معسكرين ثلاثه. انت مش زي الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي المجموعه كلها بتتغير في في في, في تجمعين. يعني انت لما بتيجي الدوري الانجليزي ممكن تلاقي مثلا 30 لعيب مثلا الماتش ده، ممكن تلاقي الماتش اللي بعده 30 تاني خالص. كمان الدوري الانجليزي، واتكلم على الدوريات مختلفه شويه عن الانديه برضه عشان نوضح ان العمليه دي بتقاس بالمدير الفني بالجزء الاول. يقول لك انا ممكن جدا انا فرقتي اللي هيكون الكابتن فيها انا اللي اختاره، وباختياره بكمان بالانتخاب. خلي بالك يعني ساعات بيقول في انتخابات للكابتن بين اللعيبه، والله احنا بنختار يصفوا على ثلاثه يبقى واحد. نادرا لما بيحصل في بعض، لا في بعض الانديه هناك العقليه شويه مختلفه عن هنا يعني. او مدير فني يقول لك انا شايف ان هاني العجازي هو عشان ما حدش برده ما تقعش برده في النقطه دي، ان انت تتحرج او تحط زمايلك في وضع محرج. يعني انت ده بره بيحصل، وانا حصل معايا وانا بلعب يعني. في كان في اتنين كباتن وخلاص. احنا الجزئيه دي بتلعب على العامل النفسي يا كابتن هاني افتكر. عامل نفسي ونفس الوقت انت يعني خلي بالك هناك الوضع مختلف شويه في اوروبا، والتفكير مختلف شويه. هاني يمكن يعرف الكلام ده. فهو العمليه انها انا لو والنادي مختلف شويه عن المنتخب، انا لو في نادي انا المدير الفني اول ما يجي انا اللي هختار. انا اللي هختار فين فعلا المدير الفني بيعملوا كده يعني فهم. انا بختار دلوقتي هاني العجيزي خلاص الموضوع انتهى. او انت الفرقه تتجمع، احنا دلوقتي في انتخاب لكابتن فرقه شارع عن موجود مثلا الكابتن فلان وفلان وفلان، ويبدا اللعيبه تتكلم لا احنا عايزين فلان ما بينهم بعض. مش بالعرف اللي جاري عندك يعني. لا في اختلاف شويه، بس على مستوى المنتخبات بتفرق شويه. انت عارف يا كابتن برضه في حاجه مهمه جدا احنا ما خدناش بالنا منها، حته القياده. القياده دي طبعا بتبقى مهمه جدا بره الملعب وجوه الملعب. فلازم يبقى لابس الشاره ده لازم يبقى فعلا يستحقها. مش ان انت بتديني الشاره، ممكن يبقى في واحد شخصيته ضعيفه وهو اقدم واحد، فبتضطر انت كمدير فني بتعمل اي عذر ان انت تغير الفكره، او ان انت تجيب واحد تاني يقدر ان هو يقيد المجموعه. فدي حاجه مهمه جدا، لازم يبقى هو بيعرف ازاي يتصرف مع اللعيبه، ازاي يقدر إن لو انت مش موجود مثلا في الـ في الـ في, الـ في الفرقه او في المكان اللي اللعيبه موجوده فيه في التجمع او حاجه، ازاي ان هو يبقى موجود كانك انت موجود. فالحاجات دي كلها بتبقى مميزات. بالظبط طبعا طبعا. فالحاجات دي كلها مهمه جدا، بعيد عن الفنيات وبعيد عن الملعب وبعيد عن اي حاجه. فكابتن الفرقه دي حاجه مهمه جدا لازم الناس تفهمها. عشان معانا دقيقتين يا كابتن هاني، ما ينفعش طبعا نسيبها غير لما نسالك عن الصفقه اللي حدثت النهارده في النادي الاهلي، صفقه خط الدفاع بدر بنون. طبعا عايز اقول مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهير النادي الاهلي. لعيب مهم جدا ولعيب امكانياته عاليه جدا. ومبروك لبدر كمان. ومبروك لبدر طبعا. لا طبعا. لا لا ده حاجه مفروغ منها طبعا. حاجه مفروغ منها طبعا. طبعا هو دلوقتي دخل في حته ثانيه خالص، غير مش عايز طبعا اقل من الدوري المغربي، لكن النادي الاهلي معروف في افريقيا كلها ان النادي الاهلي رقم واحد. دلوقتي مجموعه كبيره مع مجموعه لعيبه كبيره جدا، ومع مدير فني عالي جدا، تقدر ان انت تحقق انجازات مع النادي الاهلي. ويعني ده انا اعتقد ان اي حد او اي لاعب حلم بالنسبه له ان هو يلعب في النادي الاهلي. يعني كلنا لعبنا في النادي الاهلي وعارفين قد ايه قيمه النادي الاهلي، وقد ايه النادي الاهلي بيعلي من قيمه اللاعب وبيعلي من شان اللاعب. فانا شايف ان هو لعيب مميزاته عاليه جدا، مميزاته كبيره جدا وامكانياته عاليه. ويعني انا شايف ان هو اضافه كبيره لخط الظهر النادي الاهلي. لان النادي الاهلي طبعا في غياب رامي ربيعه وفي غياب محمود متولي، انا شايف ان هو فعلا الصفقه دي كانت مهمه جدا، لان النادي الاهلي مش بيجيب صفقات وخلاص. النادي الاهلي بيجيب الحاجات اللي هو
مش عايز اقول مشاكل، لكن الحاجات اللي هو محتاجها. انا شايف النادي الاهلي السنه الجايه ان شاء الله هيبقى سكواد عالي جدا 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 بعد رجوع الاعارات اللي موجوده زي ناصر ماهر، زي محمد شريف، مع وجود طاهر. فاللعيبه دي كلها مع اللعيب مع المجموعه الموجوده هيبقى كواليتي عالي جدا، واتوقع النادي الاهلي السنه الجايه هيبقى يعني في اعلى فورمه ليه من سنين. فان شاء الله باذن الله، مع طبعا مع مستر موسيماني طبعا راجل يعني عامل حاله هايله جدا، وشايف ان هو بيشتغل والراجل شغله باين من اول 3 4 ماتشات. يعني اتمنى ان الماتش الجاي بتاع نهائي افريقيا ده يعني هتفرق مع الراجل جامد جدا، هتفرق مع الراجل اللي هو تفرق مع اللعيبه كمان. صح، انت بتتكلم مع الخصم بتاعك في 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 مصر، وبتتكلم في يعني مباراه تاريخيه كمان، مباراه نادي قرن، يعني مباراه قرن، يعني انت بتتكلم في مباراه ما بحصلش قبل كده خالص. مظبوط. ففي الفتره دي وفي الوقت ده انا شايف ان اللعيبه ومستر موسيماني عندهم فرصه كبيره جدا 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 ان هم يعني يحطوا نفسهم في حته ما اعتقدش ان حد ممكن يوصل لها بعد كده. فطبعا بالظبط، فاعتقد ان اتمنى بالظبط اتمنى ان المباراه ان شاء الله باذن الله تكون صالح النادي الاهلي. مباراه مهمه جدا طبعا، وانا شايف النادي الاهلي جاهز للمباراه، وكلنا يعني مفيش في ايدينا حاجه ان احنا ندعي ونكون سبورت اللعيبه كلها والجهاز الفني، واحنا وراكم، وانا وكلنا واثقين فيكم ان انتم ان شاء الله باذن الله تحرزوا البطوله ان شاء الله. ان شاء الله. نشكرك يا كابتن. شكرا يا هاني، نورتنا وشرفتنا. انا بتسعد ان موجود مع حضرتك باذن الله. تنورنا يا ما ناخد البطوله كمان ان شاء الله باذن الله، ونحتفل كلنا مع بعض باذن الله. بعد الفاصل مشاهدينا، عائله السلعاوي عائله اهلاويه جدا في البيت الكبير. اتفضلوا.